في هذا الفيديو غادي نشوف واحد لو تيب ديال الموفلاج اللي ما خصوش يتدار. جينيرالمون هذا الموفل اللي كنشوفو هذا كيدار لافليشات. لافليشات هي هذيك لابارتي، هي هادي الزرقاء هادي. نورمالمون لافليشات ملي كنشوفو لافليش برينسيبال ديال لاغري، لافليشات كتزاد بحال هاد الشكل، يعني كتكون واحد ليكستونسيون اللي كتعطينا لابورتي، كنزيدو بها لابورتي. دونك في هاد لوكا هذا لوبيراتور شنو دار؟ مشى جاب هاد الموفل هذا وانستالاه في لافليش برينسيبال باش يزيد لا فيتيس ديال الموفمون ديال لا شارج. حيت اون فوا كنزيدو لو نومبر ديال لي كابل كتنقص لا فيتيس ديال الديبلاسمون ديال لا شارج، وكتنقص يعني لا طونسيون على الكابل، يعني الكابل كيولي كيهز لينا كثر. دونك فهداك فهاد الكا هذا لوبيراتور بغى يزيد لا فيتيس، حيت هاد لا شارج كتبدا تطلع بشويه، دونك هو باش يزيد لها لا فيتيس ديالها بدل الموفلاج. غير هو ملي بدل هذا الموفلاج هذا، هذا الموفل هذا فيه بوليه وحده، البوليه هي هذيك هي هذيك السيركل اللي كيدوز فيه الكابل. دونك اون فوا ركب لينا بوليه وحده، عرفتي الميته ديال الكابل اللي هي هذه ولات عندنا لتحت، هي نورمالمون خصها تكون هنا او لا هنا، كتكون لاصقه في لافليش برينسيبال. علاش؟ حيت نورمالمون هاد لابارتي ديال الكابل هادي ما كتحركش، كتبقى فيكس بارابور لهاد البلوك هذا. حيت الا شفتو معايا هنا هاد البلوك هو ديال الفاند كورس، الفاند كورس اون فوا كيطلع هاد البلوك الموفل كيطلع حتى كيوصل هادي، كيزيد كيدفعها للفوق، كتهز كترخى هاد السلسله هادي، الفاند كورس هذا كيرجع تيبلوكي ليا لا شارج، يعني ما كتبقاش تزيد تطلع. دونك فاش درناها هي نورمالمون خصها تكون هنا، تكون مع الكابل بحال هذا الشكل، باش الكابل كيكون دايز في وسط منها وما كيتحكش معاها، يعني كيقيسها مره ولكن ما كيتحكش. هنا في هذا لوكا هذا زدنا لي فخوتمون، يعني الكابل غادي يسخن ليا في هذا لو بوين. ثاني حاجه هاد التقاله هادي غادي تولي تبقى تكل، يعني غادي تولي فيها بحال الحفره تحفر بالكابل. والحاجه الثالثه هو الكابل داير عندنا بحال هكذا، الا كانت خارجه منه غير بغان واحد، دونك مع الفخوتمون غادي يزيد اوندوماج الكابل، اون بليس كيسخن، يعني ملي كيسخن الكابل راه كتسهل يعني البروبابيليتي باش انه يتوندوماج. حاجه اخرى هو الميكانيزم هذا، هذا الميكانيزم اللي كنشدو به الكابل هو نورمالمون تيكون داير بحال هكا، وفيه واحد البياسه هنا هي اللي شاده الكابل، وهي هذه اللي كنشوفو هنايا دايره بحال هذا الشكل، وفي وسط منها كاين وحده دايز فيها الكابل. دونك الثقل ديال لا شارج كيجر لينا هذه اللي على برا اللي كنشوفوها هنا. دونك هاد لابارتي كيجرها الثقل ديال لا شارج، والبارتي الدخلانيه اللي دايره بحال هكا تيجرها الكابل الفوق. دونك الا شفتوا هاد الجهه ضيقه وهادي واسعه، البياسه الدخلانيه كتمشي في جهه في لو سونس اللي هو ضيق. دونك اون فوا كتمشي في لو سونس اللي ضيق كتزير، يعني امبوسيبل باش هاد الكابل هذا يتسل ويخرج من لهنايا، حيت كنزيرو للفوق. وهاد السيركاب اللي دايرين غير باش ما يتحلش الكابل ملي كيكون مرخي، يعني كيكون هاد البلوك هذا محطوط في الارض، ما كتبقاش عندنا لا فورس اللي غتجر هذا هاكا وغتجر الاخر لهاد الجهه باش يبقى بطوندي. دونك كنديرو ليه السيركاب غير هنا في هاد لوكا هذا، بحال نقصنا عليه الثقل. الا لاحظتوا معايا في هاد لابارتي الكابل ما كيبقاش طوندي، يعني الكابل ما كيبقاش مزير، كيولي داير بحال هكا عوج واحد شويه. باغ كونطخ ملي كيكون الثقل مزيان الكابل راه كيكون سترايت، كيكون لينيير. دونك باش نيفيتيو بحال هاد المشاكل هادو خاصنا ضروري نبقاو نرجعو للكتالوج ديال الفابريكون، وغادي نشوفو الموفلاج سوا ديال هذا اولا ديال الموفل الكبير اللي كيكونوا فيه ثلاثه ديال البوليات، اربعه خمسه على حسب لو تيب ديال لاكري. مي هذا ديال واحد كيما قلنا راه كيركب مع لافليشات ماشي مع لافليش برينسيبال، يعني في اي مونتاج ولا في اي موديفيكاسيون دارت الموفلاج خاصنا ضروري نرجعو للمانيول ديال الفابريكون، هو اللي كيقول لنا كيفاش غادي نانستاليه وشنو خصنا نديرو.